بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 بعد 200 على 1. فأنا بريد تنتبه لها الملاحظة هذه، الاستدلال بالنصوص، أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها، فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا، أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج. فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا، يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد، يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟ هذا كلام طيب، بارك الله. لكن لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا، ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا، التجويد في مسجد من المساجد، في بيت من بيوت الله، كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أليس هذا أولى من الشنططة هاي ومن التفرق إلى البلاد؟ ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آنفا، أنه إذا كنت ابتليت بعمل وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء، قلنا أنه أنا ما بعرف مضطر ولا ما مضطر، لكن أنا بنصحك أن تعيش هيك جو، ما بالك اللي بيعيش من هون مثل الفلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي، ودرن بهالطائرة وين راحوا؟ لبلاد الفسق والفجور، وشافوا أشكاله وألوانه. وين المناعة؟ وين التحصن اللي تحصنوه؟ لا تربويا أخلاقيا، ولا إيش علما وفكرا وتوجيها. فما أدري يعني كمان من الناحية هي، ما هي المسألة بهذا؟ نفهم عليه شوية. نعم، أنت ما شاء الله عندك يعني بحث آخر، أنا عندي كاتبير بأخذ شوي فيك البركة. بارك الله فيك، هات نشوف من البركة اللي عندك. الله يبارك فيك.
الكلام اللي تفضلت فيه ممتاز، وأنا الحقيقة يعني استفدت أشياء كثيرة من الجلسة. جزاك الله خير. خير أخونا اللي طرح هذا الموضوع. قلت هي الجلسة كانت لوجهي، وهذا الكلام أيضا لي أنا. جزاك الله خير. فأنا الحمد لله ما يخي ما خاب ولا يخيب ظني فيك. بارك الله. فأنت أزم على مسمى. نعم. الكلام اللي تفضلت فيه بالنسبة ل أليس من الأفضل أن يجلسوا في المسجد ويتعلموا القرآن هذا الحقيقة حاصل، يعني نحن نخرج في سبيل الله نتعلم، من بين الأشياء التي نتعلمها ونركز عليها طلب العلم مع الذكر، هذا من بين الصفات الستة اللي نتعلمها. أول واحدة اليقين على لا إله إلا الله، الإيمان، الصلاة، الخشوع، الخضوع، بعدين الثالثة طلب العلم مع الذكر. فوصونا انه احترام العلماء وتعظيم مجالس العلم، وضروري الانسان يجلس الى عالم دراسة منتظمة عنده بحيث انه يستفيد علم في جميع مجالات الدين وخاصة ما يهمه. والحمد لله يعني يا ريت لو كان في إلك انت شخصيا حلقة علم نحافظ عليها باستمرار، فكان هذا من أمنيتي من زمان، يعني من أول ما عرفتك هنا، لكن لظروفك الخاصة والأحوال التي تعيش فهذا يعني غير ممكن. أي ظروفي الخاصة ماذا تعني؟ تعرفها جيدا ظروفي الخاصة؟ والله لأنه أنا أخشى أنك ما تعرفها. وهي أعرف أنا أنه ممنوع أنت من إقامة حلقات علم في البيت مثلا عندك أو في المسجد أو حسن يعني لأنه أنا سمعت بعض الناس ليش الشيخ ما بيخرج، وهن بيقولوا هيك معذورين لأنه مش عارفين الحقيقة. والله أنا دافع عنك كثيرا، يسألوني هذا السؤال ليش أقول الشيخ ممنوع من قبل الدولة وهذا عذره. إيه هذا المقصود، المقصود أنه يجب الإنسان المسلم يعيش في الحقائق وليس في الأوهام، خاصة فيما يتعلق بإخوان المسلمين. فكثير من الناس بتسألوا هذا السؤال وبينكروا في أنفسهم أو بألسنتهم بعضهم، فأنا خشيت أنه يكون تسرب إليك شيء من الفكرة أنه الشيخ ليش ما بيخرج وأنت ما عندك الجواب. عندك الجواب العام اللي ذكرته آنفا، لذلك أنا ركزت أنه إيش هو، فأنت عارف بالضبط إيش هو. لا أنا مدافع عنك في هذا المجال. لا وجدك الله خير. والله أنا يا أستاذ عقل أنا ما بتكلم مشان تدافع عني، بل الصواب أنك تدافع عن نفسك لأنه أنا أخوك المسلم. لكن هلا شو كثير ناس بظنوا انه انا اذا طعن الناس فيه بغير حق انا بضجر وب شو بتقولوا انتوا هوني كلمه تعلمتها بهالبلاد نرجس ايوه بزهق هاي كلمه ما بنعرف عنها بالشام نحن بنفرج وبزهق بالحياه يعني ايه انا والله بتذكر في بعض ما كنت قرات عن الحسن البصري رحمه الله التابع الجليل أنه بلغه كلمة عن بعض حاقديه وحاسديه وأنه يستغيبه. هل عفوا كلمة لغوية على الهامش استفسار هامش، هل يجوز أن أقول حاقديه؟ حاسديه صحيح أن حاقديه. حاقديه سؤالك يعني من ناحية الشرعية ولا العربية؟ لا لغوية. لغوية وطبعا ليش لا؟ أنا أقول حاقدين عليه. لا نحن منضيف الداء الضمير إلى الحقد ومنسقط النون وبصير حاقديه يجب. مثل ظالميه فهم ظالمون له. صحيح. الشاهد فنادى الغلام تبعه قال له خذ هذا الطبق فيه من كل فاكهة زوجان وقدمه إلى فلان، قل له هذا بيقول لك فلان يعني جزاء الحسنات التي ترسلها إليه تباعا. فأنا الحقيقة ما بتجر لنفسي من الناحية هاي لأني أنا كسبان. لو ظلمني إنسان وهذا موجود ماديا
مو كثير بهم أن نحصل هذا الحق منه، لكن إذا طلع بإيدي ما بقصر أعطي بالك، لكن إذا احتاج الأمر إلى جهد كبير بقول الله حسيبه، ويوم قيامي الله رح يكفرني من تكفير سيئاتي على حساب إيش حسناته هو، فأنا بكون الربحان يعني. فأنا مو قصدي أنه الجماعة يعني ما يتكلموا فيه، لكن قصدي أنه هن ما يقعوا في الخطأ، ما يقعوا في الغيبة. فأنا بفضل الله عز وجل لما كنت في دمشق بالرغم من شدة مخابرات علي، واستدعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وسجنت مرتين شهورا وإلى آخره، ويرسل وراي بالشرطة وغيرها أنه ممنوع تخرج من دمشق في سبيل إيش النشاط اللي بتعمله، وهذه كل الحركات من الشيوخ وليس من الحكام اللي دائما نحتج عليهم أنه بيحكموا بغير ما أنزل الله. مع ذلك فأنا كنت دائما أتمثل بالحكمة التي تروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، شو هي؟ قال لو كانت بيني وبين الشعب شعرة ما أتركها تنقطع. قيل لو كيف؟ قال كل ما بيرخوهن بشد أنا، كل ما بيشدوهن برخي أنا، فما بخليها تنقطع. أنا كنت أمشي مع السياسة هي مع جماعة هناك، ممنوع تخرج بالبيت، البيت مفهوم، جمعة جمعتين، شهر شهرين آخرين، حتى تصير قضية إيش نسيا منسيا، يلا بستأنف نشاطي من جديد، أرد بثور المشايخ وقدم استعاءات، وبالمناسبة على سبيل أولا عبرة وثانيا على سبيل النكتة. أنا لباسي كما تراني يعني ممكن نقول لباس عام الناس أو شعبي. مرة المفتي العام هناك مات إلى رحمة الله، أرسلت إليه استدعى بيقول عنه بالشام مضبطة من مفتي إدلب. إدلب تقع شمال سوريا غربها ما بين حلب واللاذقية، فأنا نقلت الدعوة من دمشق إلى حمص حما حلب، واستقررت بهالمناطق هذه، بعدين حولت غربا إلى إدلب واللاذقية. إدلب بدأنا نتردد عليها وصار الحمد لله تجاوب جيد طيب، تحرك المفتي ضدنا وأرسل إيش ما ضبطه إنه هذا رجل بيجي بيعمل فتن عندنا وبيقول كذا ويفعل كذا وإلى آخره، نرجو منه. جاءتني ورقة من الشرطة بضرورة مقابلة وزير الداخلية، رحنا. بيستجوبني وزير الداخلية إنه أنت في عليك شكوى أنك بتروح لهذيك البلاد وبتعمل مشاكل وفتن، والشعب انقسم قسمين، وفعلا انقسم قسمين، ناس بينصروا السنة وناس بينصروا البدعة، وهكذا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. بيقول هذا الوزير لذلك نحن مضطرين مع الأسف أنه نبلغك أنه ممنوع تخرج من بلدك دمشق إلى هذه البلاد، لأنه إجانا مضبطة، وهي المفتي مفتي الجمهورية كلها ما الطلب، وين شاهد ما الطلب نفي محمد ناصر الدين الألباني إلى الجزيرة. الجزيرة عندنا يعني منطقة جرداء قاحلة ما بين العراق وتركيا. أي نعم. أولا وشيء وين شاهد العبرة ونزع الكسوة العلمية ثانيا. شو مخمل هذا المفتي المسكين اللي ما عارف زمانه انه يبيعه مامي يعني. فالشاهد والحمد لله يعني لولا حجب البحث
ومشايخ السوء كانت سوريا انقلبت كلها كتاب وسنة. كتاب وسنة. لكن لكل أجل كتاب. أنا الحمد لله يعني كنت نشيط هناك في الدعوة تماما. إجينا لهون بدأنا نفس النشاط إلى أن كان آخر اجتماع في بيت الشيخ أحمد عطية على السطح في صيف. ما بعرف دخلت بيت أحمد شفت السطح واسع جدا يعني خاص السطح بالرواد. بعد كم يوم جينا طلب المخابرات إلى آخره وبعد ذلك نفي على طول خط بدون إيش نهل أن الإنسان يغير أوعية على الأقل نكون إلى سوريا. وبعد ذلك سافرت إلى بعض البلاد الأخرى هي الإمارات العربية وقيت هناك 6 أشهر فيما بعد سمح لنا بالرجوع إلى هنا وأسست بيت وانفقت كل شيء اللي دخلته للبناء هذا بشرط بس ما في إيش اجتماعات. لكن تبارك الله حسن الخالقين لو أنا أردت أن أخطط لهذا ما بيطلع بيني. أنا الآن جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في سبيل التأليف ونشر إيش العلم بدون إيش مواجهة ومقابلة بواسطة الآثار والكتب مثل ما أنت حضرتك هذيك الساعة قلت آنفا كلمة طيبة جزاك الله خيرا. أكتب الآن في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا في أندونيسيا في العالم كله وقريبا جاءني مكتوب من أمريكا مترجمين كتابي آداب الدفاع باللغة الإنجليزية ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمة وصفة صلاة وترجم في الهند أو الباكستان ما أدري تحذير الساجد مترجم إلى آخره. بأخذ منك إذا مصدق في هذا كيف؟ أخذ منك إذا مصدق في هذا لا بس شو عم يصير بعد ما بجعلونا تحت أمر واقع وكثر خيرنا اللي بيراجعونا بعد ذلك. أما في ناس إطلاقا يعني ما بيسألوا بترجم وبضل معنا أي بقى بيتم ماشي يعني وأنا نعم إيش موقفك منهم؟ أنا موقفي أنا كنت راح أقول لك شو موقفي. موقفي كنت ذكرته لمن كان يقوم على طباعة كتبي وهو المكتب الإسلامي في دمشق سابقا ثم في لبنان لاحقا جهر شوشن. قبل ما استوطن بلد هنا كنت أنا أتردد من دمشق لبيروت في 100 كيلومتر يعني نعم. وعندي سيارة هناك لا بأس فيها كان. حدثني ذات يوم لما رحت لعنده أن هذا المثري الكبير حسن الشربكي تسمع فيه نعم في نعم جدة نعم نطع كتف الصابوني نعم أيوة 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 تمام. هذا الرجل طبع كتابي صفة الصلاة طبع منه 40,000 نسخة وكتب عليها يوزع مجانا. صاحبنا صاحب المكتب بده يقيم دعوة عليه لأنه طبع بدون إذن لا من المؤلف ولا من الناشر ولا من الناشر وبيعرف أنه القوة الأساسية من المؤلف إذا قدم اعتراض يعني نعم. بعدين في المنزل الثاني الناشر. قلت له والله يا أستاذ مدام حاطط توزع مجانا أنا مالي كلام بل أنا بشكر كل واحد ما بيتاجر بكتبي تجارة مادية وإنما يرجو أجر الآخرة فأنا شريف معه فيها وأشكره على ذلك. أما يتاجر ماديا على كتافي أنا وكتاف الناشر فهذا هو إيش الظلم بعيني لا نرضاه. لكن ما لنا حيلة ما بنقدر يعني نحط دأبنا بدأب السارقين وما أكثرهم في هذا الزمان. أظن أعطيتك جواب سؤالك ولا بقي شيء؟ جزاك الله خير. فالشاهد المنع من الدعوة فرض علي الجلوس هنا
مشان تابع أنا مشاريع علمية. نعم استنى هيك اتصال. كيف تفضل تفضل. لا ما لي شيء تفضل. احنا طبعا بنطالع مقدمات الكتب تبعكم. نعم. ونستفيد منها. فاحيانا بيجابون الحاقدين واللي ضد الدعوة السلفية بيقولوا انه شيخكم دائما في مقدمات كتبه يسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا. فاحنا بنقول يعني هم بدوا بالسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبقولوا يعني قدر امكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشدة. فماذا نقول لهؤلاء الجماعة يعني؟ نقول لهم هل قرأتم كلمات اولئك على الالباني؟ ما قرأوها طبعا لا. بس بنقول له نحن هيك. وبعدين بتعرفوا انه الالباني مقصر معهم. الله اكبر الله اكبر على البشر. شو ظالم ظالم مبير. يقول ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال بسيط وجميل. بيقول اذا رايت شخصين احدهما يلحق الاخر يركض خلفه يريد القبض عليه والملاحق في يده عمامة غير عمامته واللاحق بدون عمامة بحيث أن الظاهرة هاي توحي للناظر المشاهد أن الملحوق سارق العمامة من رأس اللاحق. يقول إياك أن تحكم بأنه هذا الملحوق هو سارق العمامة من هذا الإنسان بالرغم أن الظاهرة توحي بهذا. ليه؟ لأنك في احتمال أنه العمامة هي حق هذا الإنسان الملحوق. كان ذاك الرجل خطف منه فهو استطاع بطريقة أو بأخرى أنه يأخذها وركض فيها. في كلمة الإمام علي أظنها مناسبة الإمام علي قال إذا جاءك واحد وحمل عينه بيده وقال أن فلان قلع عيني فلا تحكم له حتى ترى الآخر ربما يكون له عينين قلع. هو هذا هو هذا. لكن أنا في نقطة بس أخذ سؤالك لأنه ملاحظتي سريعة. لا تقل الإمام علي ما شاء الله لقف على طول. أنا كنت بدي أسألك عن هذا التعبير هل هو ما شاء الله بس لا تقول أنه أنا من أهل الكشف. لا لا. طيب هذا اللي بدك تسأله؟ لا أنا غير استفسار باقي. فضل الله يجزيك فضلك بلكي هو بتذكر بقى شو كان بده. بالنسبة للخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة شو آخر ما توصلوا من الطبع؟ هو تحت الطبع. تحت الطبع إيه نعم. يعني الخامس من الضعيفة موجود عندي الآن هنا لأضع المقدمة فقط لا غير. بس عفوا المقدمة وبعد الفهارس. بعد الفهارس أما هو جاهز يعني. إيه نعم. طيب بالنسبة للصحيح أبو داود التخريج التخريج القديم يعني؟ نعم لا لسه ما خلص منه باقي تقريبا الربع أو أقل. شوف هذا ما في نية للطبع يعني؟ هذا كله ما شاء الله نية الطبع يفكر فيها بعد الانتهاء من التأليف. بعد الانتهاء. طيب في طريقة التخريج تشبه رواه الغليل؟ لا أوسع؟ لا أقل. أقل لو مثل رواه الغليل هذا بمد لول ما شاء الله. نعم. وإنما كل حديث تقريبا يأخذ صفحة من الصفحات هذه. طيب بالنسبة لصحيح أبي داود اللي يعطى للتربية التحويل على التخريج يعني يتحول لهون على نفس المصدر ولا على باقي الكتب زي صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي؟
ذكر أنا بالمقدمة صحيح أبي داود هذا أنه ما كان مخرجا هنا أكتفي بس بقول صحيح أو حسن. أن هذا ما انتهى لسه. نعم لما وصلنا لأول حديث من مخرج. القسم اللي مو مخرج بيكون بقى العجو على طريقة السابقة في كل على هذا المؤلفات هنا مطبوعة في المناطق هذه الموجودة. لا هي طبيعة قديما جدا في دمشق رسالة هي صغيرة. ما أدري إذا كان طبيعت ما عندي علم يعني الحقيقة طبيعت ولا لا. طيب بالنسبة للتعليق على إزالة الدهش ما أعرف وين صفيان. ما عندي ذكرت إن شاء الله. نعم هذا إن شاء الله في مجال علم الحديث كمل أسئلتك بعد أن نرجع. إذا عنده هذا لا تطير عليك شيء. لا ما عندي شيء. ما نحن قلنا جلسة لوجهكم. الله يبارك لك الله خير. لكن إلى متى حد بلاشنا نحرجك لحتى تقولوا قطي قطي. بارك الله فيك. بالنسبة اللهم آمين يا رب العالمين. في رسالة للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب. أعتقد لكم عليه تخريجات سابقة. ما لي عليه تعليقات أبدا. أنا في ظني في حافظتي الكليلة ما عندي تعليقات ولا عندي الرسالة هي. يعني ما لك عليها أي تعليقات؟ وين شفت أنت؟ والله أنا قيل لي أنه انطبعت في مصر وحقق أحد الدكاترة وذكر أنه في عليه تخريجات بالهامش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فبحثنا عليها هون في عمان لعلنا نعثر عليها، لأنه أنا يعني حاولت أعمل مشروع بجمع كافة الرسائل كلها وتجديدها في مجلدات ووضع في خزانة عندي. فقلت كل ما هو مطلوب للشيخ ناصر قديم وحديث. لا بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي وأضيفت هناك معجوة إلي. أما أنا ما أظن يعني أنه مررت بدور تعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم. نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخونا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا. الناس يعني بدأوا ينظروا للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة وأسوة، فلما يروا مثل هذه الكلمات يبدأ ردة الفعل السلبية. اسمع لي خلي يكون كلامك موضوعي. تقدر تأخذ كتاب وتقدم ليها كمثال مشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تكلم به. نعم في كثير. أعطي مثال. أنا أقنع بالقليل. نعم أعطي مثال. مثال شو الكتاب بدك إياه لحتى الجزء الرابع الجزء الرابع من سلسلة الحديث الصحيحة. صحيحة. نعم بسم الله. أو نأتي يا شيخ معرس العدل. إذا أنت في إيدك ما بدك إياها تركنا. بدنا مثلا مقدمة التنكيل. مقدمة التنكيل طبع دار معارف. عندك يعني كويس. شيخ يريد الرابع من الصحيحة. لا هي ما صار إيه وين؟ فهم إحنا خلاص. أي هون هون؟ وين هون؟ كتابة. أي لا. تفضل. يكمل كلامك يا أستاذ عقل. أيوه. بين ما يشوف المثال. لا أنا جاهز المثال. يلا. جاهز. حط المثال قدام منه. طبعاً باء. وأما بالنسبة هو خليه يقرأ المثال ويعلق عليه يكمل كلامه. وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسنون هذا العمل إلا مجرد النقل وتشويد الحواشي وتخريج الأحاديث وعزوها لبعض
الشيخ يريد الرابع من الصحيحة. هي ما صار هيك وين؟ طيب احنا خلاص. هي هون هون. وين هون؟ قدامك. اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا أستاذ عقل. أيوة. بدل ما يشوف المثال. لا أنا جاهز المثال. يلا. جاهز. حط المثال أقدم منه. طبعا باء. وأما بالنسبة. هو خلي يقرأ المثال ويعلق عليه. طبعا. يكمل كلامه. وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل. وتسويل الحواشي بتحريج الحديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديما وحديثا، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي غاية المرام في تخريج حديث الحلال والحرام، بل إنني أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من شيء من التضليل غير مقصود طبعا لكثير من القراء الذين يستلزمون مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت، ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهو لا يعني الصحة عند العلماء كما كنت حققته في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب وغيرهما، كما أنهم يتوهمون من قول المخرج في إسناده فلان وهو ضعيف أن الحديث ضعيف. وبين يدي الآن المجلد الأول من كتاب مختصر تفسير كثير اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، فيه العجب العجاب من السرقة باسم الاختصار والتحقيق وليس فيه من التحقيق شيء، فإن الرجل ابتدع أسلوبا جديدا في ادعاء العلم وما ليس له منه، ذلك أن الحافظ ابن كثير في تخريجه لحديث تفسيره له طريقتان. كل هذا بدك تعلق عليه يا أستاذ عقل؟ لا أنا الحقيقة كل هذا بدك تعلق عليه معناه بدك تعمل محاضرة. لا أنا ما أريد. قلت لك نقطة أهم نقطة من هالكلام. نعم نعم. وأنا ما عندي مانع الحقيقة. عفوا. أنا كنت بدي أحكي على كتاب واحد فقط. طيب أحكي عن كتاب واحد. أخونا هو يعني. طيب بس. خلاص جاب الدليل. أنا ما عندي مانع. تعني كتاب واحد من كتبي. أنا اللي كان في بالي. شرح العقيدة الطحاوية. طيب. وما فيه من هجوم على. طيب أعطيك شرح العقيدة الطحاوية. أبي غدة. خلينا نقرأ كلمة أخونا البدوية الآن. وهو في قول هذا أفاك كذاب. وهو إيش القول؟ عن صابوني. إيش قال؟ وهو في قول هذا. شو قال يا أستاذ عقل؟ لما نطرح فجاء هذا الرجل الصابوني إلى هذه الحديث التي سكت عنها ابن كثير فاعتبرها صحيحة بإراده إياها في مختصره وتصريحه في مقدمته، لأن اقتصر فيها على الحديث الصحيحة وحذف الحديث الضعيفة كما حذف الروايات الإسلامية. كان تكمل قراءة عم سألك وهو اسم الإشارة في كلامي أن الراجل وين؟ وهو في قوله هذا إيش هو قال؟ الحقيقة هو بقدر جاوبك عليه لأنه هو ذاك الموضوع. إيش؟ يعني المقصود في قول اللي فهمت عن الكتاب. يا أخي مو فهمت ثماني وين راجع الكلام وين راجع الضمير؟ في قول يعني تعرف استنى. يعني المختصر لا يروي الحديث المتناقضة واستبعد الحديث الضعيفة أو الموضوع. طيب بعدين كمل كلام. وفي قولي هذا فهم كذاب. عرفنا. فقد درست كتاب هذا. خلاص ما خلاص. شو انتقادك؟ الانتقال كلمة كذاب فهي أفاق كذاب يعني أفاق كذاب فعلا، لكن أنت تعرف هو بيعرف طيب تعرفه. أعرف شو سوى الرجل. أولا رح أقول لك هو أجهل من أبي جهل في علم الحديث، هاي أولا. ثانيا ابن كثير بيذكر حديث فوق وبقول رواه الترمذي، ماذا فعل هو في مختصره؟ جاب الحديث وشال كلمة رواه الترمذي أحمد وأبو داود وآخره حتى وين؟
تحت بالهامش. أنت وهو البشر كلهم عم يضللهم أنه أولا هذا التخريج هو شغله، بينما هو مو شغله، ما سوى شيء. ها؟ ما سوى شيء، مجرد أنه زاله من هنا، بس غير شكل. وأنا بقول عن مثال هؤلاء تغيير شكل من أجل الأكل، لكن الأكل ما تفهمه مادي، كمان معنوي. كويس. بعدين في المقدمة حاطت أنه هو أورد الأحاديث الصحيحة فقط وتنكب الأحاديث الضعيفة اللي موجودة وين؟ في تفسير ابن كثير، وهو كذاب. ليه؟ لأنه هو أولا لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف، أولا لأنه جاهل بهذا العلم تماما، ثانيا الواقع يشهد أنه أورد في هذا الكتاب أحاديث كثيرة جدا ما هي صحيحة، ولعلك تجد هنا أمثلة. نعم، وأنا بنفسي يعني. طيب، الآن أنتم ترون من الحكمة والسياسة الشرعية أنه ما نطلق على هذا الإنسان كلمة كذاب، وأنا بوافق معكم على بياض. جزاك الله خير. شايف؟ لكن لما بتكونوا أنتم في محلي وبتعرفوا عنه ما أعرف أنا عنه، حينئذ حيتغير جوابي معكم وراح يتغير موقفكم مني. هذا رجل بضللنا وبيقول عن السلفيين بأنهم سفلة، كثير بقى علينا نحن نوصف بما فيه، وهو بهتنا وافترى علينا بما ليس فينا. لكن هل مدى المغرائي ما بيعرف شو الحكاية؟ هل بيشوف هذيك الصورة اللي قدمنا لكم إياها الشخصين اللاحق الملحوق؟ بيقول هذا حرام عليه يلحقه إلى آخره. لكن الحقيقة أنه هذاك مظلوم وهذا ظالم. القضية هكذا، بارك الله فيك. والأسلوب الحسن، نكمل كلمتي إذا بتريد. الأسلوب الحسن هل يقف به كثير من الدعاة اليوم عنده أنه يقترن مع اللين، لأنه الرسول قال بحق المؤمن هين لين، بحق، لكن المؤمن كمان شديد. الرسول كان لا يقف أمامه شيء إذا انتهكت محارم الله. الرسول أنتم بتعرفوا لما وقف يخطب في الصحابة، فقام رجل وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. غضب الرسول عليه. ليش عم يغضب عليه؟ لأنه تكلم كلمة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أجعلتني لله ندا، علما أن هذا الصحابي ما أساء إلى الرسول عليه السلام، هو ما أمن بالله ورسوله، لكن الكلمة هاي لا تطاق أبدا. هذا الإنسان ما بتعرفوا أنتم شو موقفه من السلفيين، أكيد يعني أكيد ما بتعرفوا. وإلا لو بتعرفوا، أنا عارف عنه بعض الشيء، لو بتعرفوا حقيقة أمر هذا الرجل ما تقفون عند هذه الكلمة، علما أن هذه الكلمة ما تمسه في عقيدته، ما تمسه في دينه، تمسه فيما يتعدى على سنة نبيه، فهو كذاب وأفاق فعلا. التهاون مع هؤلاء الناس هذا يعني فيما نعتقد نحن خلاف السنة. السنة ما بتمشي دائما مسامحة ومسامحة ومساهرة ومساهرة، لابد أحيانا إيش أن يستعمل الإنسان الشدة فيما إذا كان المقصود من وراء ذلك هو الانتصار لحرمات الله تبارك وتعالى. خطأ كبير جدا أن يقال فلان كاذب وهو صادق،
فضلا أن يقال فيه كذاب كفار. لكن أنتم ما تعرفوا مع الأسف الشديد كم أساء إلى السنة بأن أورد في مختصري كثير من الأحاديث وبعضها ضعفها ابن كثير نفسه، لكن هو لجهل بهذا العلم توهم أنها تقوي الحديث فأوردها في الكتاب. يعني هو أنا مقتنع أنه مخطئ، وأنت تقول أنه توهم، فالتوهم لا يدل. أنا بقول توهم. لا أنا قلت كيف توهم، كيف ما ليش شرح لي بأي المناسبة قلت توهم؟ الآن أنت قلت أنه ذكر هذه الأحاديث وتوهم أنها صحيحة. أنا ما أقول لك بناء على جهله. بناء على جهله. طيب. لكن يعني أنه ليس عامدا في وضعها على أنها صحيحة وهي غير صحيحة. عجيب والله. هل في إنسان بيتعمد من عامة الناس أنه يجيب حديث بيعرف أنه كذب ويقول قال رسول الله؟ طبعا لا، في الوضعين. كيف؟ مش كانوا. أما أول الآن من عامة الناس. لا طبعا. الوضعين طبعا لهم حكم تاني. لكن هل يوجد الآن هذول الوضعين كمان هوني بيفتح لنا بحث في الموضوع؟ الوضع بيكون عن عمد وبيكون عن خطأ، صح ولا لا؟ طيب. ماذا يقول علماء الحديث عن الذين يضعون الأحاديث خطأ؟ بيقولوا عنه صادق؟ لا، صادق غفلة. بيقولوا عنه كاذب. وإذا كثر وضعه قالوا أيضا كذاب ووضع، وإذا تيقنوا أنه يتعمد ذلك يقولون كان يتعمد الوضع. كل شيء له ميزان عندهم. فأنا بقول الآن الأحاديث اللي أوردها في مختصره ما معني الأحاديث الأخرى اللي سكت عنها ابن كثير. جبت مثال أنه بعض الأحاديث اتكلم عليها ابن كثير وكلامه يعني الضعف، فهو توهم من هذا الكلام بسبب جهله بالحديث أنها صحيحة. فأنا عنيت الأحاديث اللي تكلم فيها ابن كثير، لكن حديث اللي ابن كثير وهذا أكثر الموجود بيقول قال الإمام أحمد حدثني فلان قال حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ابن كثير. إجا هو حطه في المختصر على أنه حديث صحيح. منين إجا هذا الصحيح؟ وهم. منين إجا الوهم؟ مجهل. فإذا الجهد هذا يعني يعتبر أنه ما بيستحق أن يقال له كذاب. مستاهل صحيح. متعدي يا أستاذ ومتعدي على هذا. مستاهل صحيح. أنا معك في هذا وبأيدك تماما. طيب. لكن أنا لا أريد أن يكون هذا الكلام على صفحات الكتب. لا. يقرأه العام عوام الناس وكل الناس. يعني لو كانت على رسائل بينك وبينه مثلا. لا أنا أريد خلاف ما تريد. صوي المال. أنا أريد يا أستاذ هلا مشكلة عامة المسلمين هو أنهم اغتروا بعلمائهم الذين يظنون أنهم علماء. أظن بتوافق معي بهالكلام هذا. أنا معك. طيب. كيف يكون تنبيه هؤلاء الناس بيني وبينه وهو ما عم يدجل على الناس، خذ عبارة جديدة، ما عم يدجل على الناس بينه وبين شخص، عم يدجل على العالم الإسلامي كله. وأنا من جملة ما انتقدت وهي الكتاب تبعه موجود مختصر ابن كثير على الوجه الأول جايب أحاديث أظن منها أشراف أمتي حملت القرآن رواه البخاري كذب، هو حديث ما أذكر الآن بالضبط ما بين ضعيف موضوع وموضوع شايف، وقال شو رواه البخاري. هذا لا يطاق يا أستاذ، ولا يكفي أنه بيني وبينه، يجب أن أنشر أنا حقيقة هذا الإنسان على الملأ حتى يأخذوا حذره منه.
هذا كذاب وأفاك ومعتدي على حديث الرسول عليه السلام ويدجل على الناس ليقال إنه عالم الحديث. بعدين هنا ملاحظة يجب أن أذكرها، أنا مش عصبيتي المذهبية تبعي هي التي حملتني على مصارحة بهذه المصارحة في هذا الرجل. فعندنا ابن بلدنا وسلفي مثلنا وتعرفه يمكن، وهو نسيب الرفاعي، تعرفه شخصيا. كمان أنا سقت مساخ هذا الرجل وبقول بلديه بالضعيفة، فهو وقع في نفس المشكلة، نسيب الرفاعي اللي هو بيعتبرني أنا شيخه، لكن أنا شيخه صحيح في التوجيه العام في العقيدة وكتابه سنة، لكن أنا مو شيخه في علم الحديث، لأنه هو ما كان يهتم لدراسة الحديث، ولذلك وقع في نفس الطابوس اللي وقع فيها ابن بلد هذا الصابوني. فأنا ما بحابي لا هذا ولا هذا، وإنما بصدع بالحق، وعبارة فيها شدة بلا شك، لأنه ما بيقذ الناس. هلا أنت من هؤلاء الناس، أنت لما بتشوف أن الألباني عم يقول في هذا الرجل كذاب أفاق، شو هذا؟ لابد هذا بتتساءل في نفسك أنه لابد دعا من شيء، إذا كنت مالك عارف، وإذا كنت عارف إذا حينئذ يقال إذا عرف السبب بطل عجب. هذا هو. لذلك أنا أرجو أنه إذا شفت عبارة فيها شدي، وأنا لا أنكر هذا، لكن والله وقل ما أحلف بالله، وإن كان الحلف بالله عبادي عندي، لكن ما بتجي مناسبة أنا أحلف بالله. أنا لا أتعمد إطلاقا أن أقسو مع إنسان، وبخاصة إذا كان له منزلة في الناس بالعلم بالأخلاق بي إلى آخره، إلا إذا بدأني بالشر، إلا إذا بدأني بالشر وثم بادأني بطريقة ملؤها الحقد والبغض والضغينة، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أراد لي، وأرجو أن يكون أراد لي الخير، بأن نشرت هذا العلم في العالم الإسلامي. فالأمر بيني وبينهم كما قيل حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم، لكن حسناء بيقول عن دميم قبيحة المنظر، مكابرة وحقد وحسد والآخرين. فهؤلاء الناس إذا بدأنا بالشر ما نظلمهم، ما نقول كما يقول الظالمون من كيل لهم الصاع صاعين، لا أبدا، إنما الصاع بالصاع والصاعين الصاعين أو دون ذلك. فأنا ما بقول هذا رجل ضال أو كذا أو إلى آخره، كما هو يفعل بنا. يعني شفتم صلاة كتابه في التراويح؟ نعم، إنه رسالة صغيرة. نعم الهدى النبوي صلاة التراويح. شوفوا شو بيتكلم في السلفيين هناك، لماذا؟ لأننا نقول صلاة التراويح 11 ركعة، والرسول ما صلىها إلا 11 ركعة، اعتبرنا ضالين ومخالفين الإجماع وإلى آخره، وهو يعلم أن نحن نتبع السنة، وفدينا حياتنا وكل ما نملك من عزيز من نفيس في سبيل خدمة السنة، كل هذا لا قيمة له لأنه خالفنا مذهبه. أنا شيخ بدأت في هذا الحديث مع علمي أنك أنت إن شاء الله على حق، لكن أيضا من محبتي لك أنا أعرف هذا، أشهد الله عز وجل أني أحبك لله عز وجل. جزاك الله خير. و يعني ما بحب أسمع أي إساءة من أي إنسان لك، لكن اللي بصير أنه تيجي تجلس عند فلان من الناس، يا أخي شوف هذول المشايخ اللي هم قدوتنا وقادتنا وأسوتنا قاعدين ناسهم في بعضهم، هذا يضلل هذا وهذا يكذب هذا وهذا، ناسهم في بعضهم حرب ضروس طاحن. هذا صحيح يا أخي، بس كمان في القضية بدأ درس هنا.
الله قال لسيد البشر في أكمل منه؟ لا. ولتسمعن من الذين أشركوا أذى كثيرا. والعلماء ورثة الأنبياء، وكما أنه يجب عليهم أن يخطوا خطوات الرسول بقدر، لأنه ما بإمكانهم يصيروا مثل الرسول، يعني كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهم. أيضا سيصيب هؤلاء ما أصاب الأنبياء من الكلام الباطل. هؤلاء الناس اللي عم تنقل عنهم ونقلق صحيح، هؤلاء يا أستاذ عقل ما بكفي نسمع عتبهم على من يظنونهم علماء ولا يعرفون العالم الصادق من العالم الباطل أو المدعي العلم أو إلى آخره. هؤلاء يجب أن يعطى لهم محاضرة، وهي أن أيها الناس أنتم تعلمون أن العلماء كسائر الناس ليسوا سواء لا في العلم ولا في العمل. فحينئذ عامة الناس لا يجوز لهم أن يتأثفوا من كل متكلم في غيره من أهل العلم، وإنما عليهم أن إذا أرادوا أن يكونوا محققين ومنصفين، وهذا أنا بقول لك ما بيطلع بإيدهم، لكن إذا أرادوا أن يكونوا كذلك فعليهم يشوفوا مين البادي، مين اللي ضرب الثاني الكف الأول وقام الثاني ورد الكف بكف. هل شاف الكف من الثاني يقول عنه هذا إيش ظالم، لكن لما بيعرف أنه في كف صادر من المكفوف إذا صح التعبير، حينئذ بيزول إيش استنكاره. وهذا مثال هو بيمثل واقع الناس اليوم. لك يا أخي شوف شو عم يقول الألباني، لك يا أخي شوف شو قال ذاك، شوف شو قال في الألباني، شو قال بحديث الألباني بحديث الرسول عليه السلام إلى آخره. أنا بقول لك ما بإمكانهم، إذن اسكتوا يا جماعة ما دام ما بيطلع بإيدكم، وفعلا ما رح يطلع بإيدهم، ولأنه ما بيطلع بإيدهم بيتكلموا هذا الكلام. يا ترى هلا هن لما بيتكلموا هالكلام هن مصيبين شرعا ولا مخطئين؟ هن مخطئين بلا شك. طيب حينئذ واجبنا نحن أن نبين لهم هذه الحقيقة. يا جماعة أنتم لما بتقولوا هذا الكلام ما سلم منكم لا العالم المظلوم ولا العالم الظالم، كل مثل ما لديك التركي هبسي بربر، كله مثل بعضهم عندك. لا، الواقع مش ممكن يكون كل مثل بعضهم، صح ولا لا؟ صحيح. إذن أنه أنتم ظلمة، أما تظلموا أنفسكم بالاعتداء على كافة العلماء. شوفوا شلون بيطعنوا في بعضهم البعض. طيب شو بتريد يعني ما يكون في علماء على وجه الأرض؟ لا، بس لازم يكونوا علماء عاملين بعلمهم. الرأس علينا هذا كلام صحيح، بس يا ترى أنت بيطلع بيدك تميز العالم بعلمه وغير العالم بعلمه في مسائل الخلاف؟ لا، في مسائل الخلاف نحن نرضي نميز أنه هذا زوجته متبرجة، والله هذا مو عامل بعلمه، هذا زوجته متحجبة، والله هذا عامل بعلمه. لكن لا، في هالمسائل اللي عم يستنكروها شوف العلماء شلون بيطعنوا في بعضهم البعض، شوف شلون بيتكلموا. بيطلع بيدك تعمل تحقيق امسك الكتب، ما بيطلع بيدك رون عند الشيخ الألباني هل الله بلاك تشوف كلامه في زيد من العلماء اللي انت سمعت باسمه، قال له ليش انت هيك عم تكلم؟ بيعمل لك مش مالك شايف محاضرة الشيخ الألباني، ما بيقدر لا يصبر عليها ولا هدو يسمعها، وبعدين بيطلع بنتيجة ولا ما بيطلع الله عليم. إذن سكتوا يا جماعة، إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
هذول إذا يحتاجوا لدرس يا أستاذ. بدهم درس طويل صحيح. لكن أليس من الأولى أن نخفف شوية الحدة بحيث أنه هذه ليست حدة يا أستاذ سامحك الله. يعني من باب حديث. ليست حدة. من باب الحديث ولا إذا كان حديث صحيح أو لا. الحدة أنا راح أمثل لك إياها بقصة أنا بحكيها لأخواننا ذول. هل لي الله بلاهم أنه يجلس معنا كثيرا. نعمة البلوى. زعموا بأنه التقى مغربي مع سوري. عرفتها؟ هذا السوري يثني على المغاربي بأخلاقهم وكرمهم وإلى آخره. بس قال فيكم وعندي. هو سمع الكلمة قال له شو اللي هي؟ قال له هذه هي. عرف شو النكته؟ قال له شو هي؟ شنو هي؟ هاي تعبيرهم. قال له هذه ليش صرت اول ما سمعت كلمه ما عجبتك؟ اسمع انت يا حق يا باطل. والله فيكم واحده بس شو هي؟ سريع الغضب. والله صحيح هذا هاي دليل. لسه ما سمع الكلمه هاي فيكم واحده. سرعه داخل. راسا فاخ. هذه الحده بارك الله فيك. أما أنا صحيح أنا أشخر ولا مؤاخذة مثل حكايتك، لكن مثل ما أنت مالك صاحب حدة وأنا مثلك يمكن زيد عليك شوي. ليش؟ لأنه سني أكبر تجاربي أكثر وإلى آخره. يعني ما عندي حدة. الحدة إن كانت انطفت بهالإيش بهالسنة. مع ذلك أنا ما لي حديد المزاج أبدا. كثيرا ما أسمع كلمات وياد الرجل بيحضر جلسات ومناقشتنا مع الناس أشكالنا وألواننا. شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا؟ كذلك مع خصمنا اللدود وهاللي عم يصيح ويثوره إلى آخره. وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو يقولوا في بيت شعر؟ يمكن تعرفوا انه وضع السيف محل الشدة او اللين، وضع اللين محل السيف. لا تقل لين فتحصر او لا 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 في بيتشار فلان مثلا ناتيك فينا. المهم مثل ما قلنا ديك الساعة مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم أن الإنسان إذا تكلم كلمة أنه يضعها بعد إعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحدة، مش تجاوبا مع الثورة. لا أنا والحمد لله هذا الفضل من الله ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة. عندي شدة لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أنه الشدة هي أضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك إلي بارك الله فيك بأنه تخفف من هذه الحدة. أنا إذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أنه خفف منها. أما أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير ممكن تقول هذا خطأ. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ممكن هو الإنسان كل بني آدم خطأ. لكن هاي مو صادرة عن حدة أبدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن أنت شفت وين؟ يمكن في أداب الزفاف. نعم في أداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد. نعم إيه؟ قرأت كتابه. قرأت كتابه هذا ليش مصري؟ لم تكن تعدل البناء في مصر. شايف؟ نعم شايف العنوان يا أستاذ؟ محمود سعيد. ممدوح. يمكن تنبيه المسلم إيش؟ إلى تعدل الألباني على صحيح مسلم. الألباني تعدل على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان الكتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره. لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمال، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعت لي مكتوب. هو نفسه
والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا أعرف مين المرسل إله، لكن تبارك الله أحسن الخالقين.